بس ايه؟ يلا بقى يلا اركبي بقى. اوكي. مش هنا يما، مش هنا. بتركبي فين؟ ده مكان اللي كتبني ده. بابا وماما كانوا بيركبوني على طول في شنطه العربيه. ليه خاطفينك؟ انا لو منك ما ادورش عليهم بعد اللي عملوه ده. وايه العربيه اللي ابوك راكبها؟ انت ابوك عزت ابو عوف ولا ايه؟ انت عارف دي بكام؟ دي كانت ب 18000 جنيه. انا اشعرت. يما انا موبايلي ب 22000 جنيه، انت هبله ولا ايه؟ اركبي. ايه؟ استنى. اللبسه السوداء. يعني دلوقتي العالم ما انتهاش، انا هلف العالم كله حته حته وهشوف كل الناس. انا بجد متحمسه قوي. تعالي تعالي تعالي، ده العالم بيرحب بيكي بالصادق. شفتي يا بابا؟ شفتي يا ماما؟ شفتوا ان اصلا طلع مفيش بعد عود والعالم طلع ما انتهاش؟ يعني انا دلوقتي ممكن اشوفكم واتكلم معاكم. بس انت بتعملي ايه؟ انت بتكلمي بطاطس؟ دول بابا وماما. فعلا بابا وماما؟ ما خدتش بالي. مساء الخير يا انكل. اذا حضرتك يا طنط عاملين ايه؟ على فكره مش هخليك تتكلم معاهم وما تتكلمش معايا اصلا. احسن. بقول لك ايه يا جيمي؟ انت مش قلتي ما تتكلمش معايا؟ اخر سؤال، ما دام دلوقتي مفيش بعبعون، امال مين اللي بيخوفنا ومش عايزنا نطلع من المزرعه؟ ما اعرفش. انا ما اعرفش البعبعون شخصيا اصلا، انت اللي عرفتني عليه.